السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم دكتور محمد طويل، دكتور التدريب الرياضي. النهارده يا جماعة جالي في الفترة دي أكتر من استفسار عن خريج كلية العلاج الطبيعي وخريج كلية التربية الرياضية، هل ده بيشتغل شغلانة ده وهل ده بيشتغل شغلانة ده؟ لا طبعا، بتاع العلاج الطبيعي بيجيله مصاب وبيتعامل مع كل الفئات، ميل وفي ميل، بيجينر، بروفيشنال، ادفانسد، بيتعامل مع كل الناس كويس، كبير صغير، بيلعب رياضة ما بيلعبش، بيتعامل مع كله. اما الشخص بتاع العلاج التربيه الرياضيه، اسف، بتاع التربيه الرياضيه ده بيتعامل مع الاسليتس اكتر ناس هو مختص ليهم. بجانب هل ده يعني هو بيشتغل مع الاسليتس من اي تو زد؟ لا طبعا ما بيشتغلش معاهم من الاول. ده بيشتغل بتاع العلاج الطبيعي بيشتغل مع المريض او البيشنت. بيشتغل معاه ازاي؟ بيشتغل معاه اما يعمل عمليه ويخلص، هو وظيفته انه يرجعه يقف على رجله او يرجعه سليم تاني كويس. بعدين بيجي بعده دور بتاع التربيه الرياضيه. ليه؟ لان بتاع التربيه الرياضيه شغلته مش بتاع علاج طبيعي، شغلته اخصائي تاهيل بدني وحركي وليس بتاع علاج طبيعي. يعني ايه يا دكتور اخصائي علاج بدني تاهيل بدني وحركي؟ ان هو ما بيستخدمش اجهزه ولا انفراريد ولا شورت ويف ولا القصص دي خالص ولا ذبذبات ولا الكلام ده. الكلام ده مقتصر على بتاع العلاج الطبيعي، واكرره انا خريج تربيه رياضيه وبكررها يا جماعه، دي مقتصره عليهم. طيب احنا يا دكتور وظيفتنا ايه؟ ان حضرتك اما هو يخلص شغله ويوقف الراجل ده على رجله، وظيفتك ان انت تخليه لا توصله لاحسن فورمه رياضيه هو كان عليها، او بالعكس ده مش كان عليها لحد البروفيشنال قوي، توصله لاحسن حاجه الفرقه بتاعته دلوقتي بقت عليه. ليه؟ عشان لو رجع على مستواه مثلا، لو هو قاطع بقاله 6 شهور وجي يخش معاهم ممكن يحصل له اصابه تاني. ليه؟ لان انت حضرتك مأهله على مستواه من قيمه 6 شهور. طب دلوقتي اللعيبه اللي هي وصلت بعد 6 شهور ده في نهايه الموسم ودخل على ماتشات، فهيبقى عليه اوفرلود جامد جدا، فبالتالي لازم اكون مأهله لحاجه زي دي، تمام؟ ولازم اكون عامل تيستاتي والكلام ده كله، وده ما نشرحه في موضوع تاني يعني. ولكن انا حبيت انوه او اوضح عن ان بتاع التربيه الرياضيه مختلف كل الاختلاف عن بتاع العلاج الطبيعي. لو سمحت وظيفتك هو تشتغل باساتك، تشتغل بدنابل، تشتغل بالقصص دي كلها، اما ما تشتغلش بانفراريد ولا باي جهاز، مالكش دعوه بالاجهزه، دي مقتصره على بتاع العلاج الطبيعي. وبرده بتاع العلاج الطبيعي لو سمحت انت حضرتك ما تقولش للمدرب يشتغل 4 في 10 4 في 20 5 في 30 اي اني واي، انت بتقول له ايه؟ دي مش بتاعتك، دي بتاعت المدرب. لو سمحت كل واحد يلتزم بحدوده، احنا كلنا اخوات ووظيفتنا نشتغل مع بعض، وظيفتنا نشتغل مع بعض. كل التوفيق ليكم، واتمنى النقطه الشائكه دي تكون واضحه. شكرا.